السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، سأذكر لكم اليوم شخصية من كتاب صور من حياة الصحابة، وتسمى هذه الشخصية ثمامة بن أثال. يضرب الحصار الاقتصادي على قريش في السنة السادسة للهجرة. عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يوسع نطاق دعوته إلى الله، فكتب 8 كتب إلى ملوك العرب والعجم، وبعث بها إليهم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان في جملة من كاتبهم ثمامة بن أثال. ولا عجب، فثمامة قيل من أقيال العرب في الجاهلية، وسيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. والقيل أي الملك والرئيس، سمي بذلك الاسم، أنه إذا قال أمرا نفذ. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، وأخذته العزة بالإثم، فأصم أذنيه عن سماع دعوة الحق والخير. ثم إنه ركبه شيطانه فأغراه بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ووأد دعوته معه، فدأب يتحين الفرص للقضاء على النبي، حتى أصاب منه غرة وكادت تتم جريمة الشنعاء، لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله نبيه من شره. لكن ثمامة إذا كان قد كف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكف عن أصحابه، حيث جعل يتربص بهم حتى ظفر بعدد منهم وقتلهم شر قتلة. ويتربص بهم أي ينتظر الفرصة ليلحق بهم شرا. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأعلن ذلك في أصحابه، وأهدر دمه أي أباح دمه. ولم يمضي على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة بن أثال على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة وموليا وجهه شطر مكة، وهو يمني نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها. وبينما كان ثمامة في بعض طريقه إلى مكة، نزلت به نازلة لم تقع له في حزبان، ذلك بأن سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجوز خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق أو يريدها معتد بشر. فأصلت السرية ثمامة وهي لا تعرفه، وأتت به إلى المدينة وشدته إلى سارية من سوار المسجد، منتظرة أن يقف النبي الكريم بنفسه على شأن الأسير وأن يأمر فيه بأمره. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ثمامة بن أثال، فأحسنوا أسراه. وأسراه أي معاملته. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله وقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام وبعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته أن تحلب له في الغدو والرواح، وأن تقدم إليه لبنها. وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يكلمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه للإسلام، وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم يومين على حاله، يؤتى له بالطعام والشراب ويحمل إليه لبن الناقة. ثم جاءه فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: عندي ما قلت لك يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال
أعطيتك منه ما شئت. فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة. ففكوا وثاقه وأطلقوه. غادر ثمامة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا في الحواشي في حواشي المدينة، قريبا من مدافن البقيع. فيه ماء أناخ راحلتها أخال أناخ راحلته عنده، وتطهر من مائه فأحسن طهوره. ثم عاد أدراجه إلى المسجد، فما إن بلغ حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم اتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ودمتم بخير، وأتمنى أن ينال هذا الفيديو على إعجابكم، ودمتم بخير.